أشكلت علي مسألة اشتقاق أسماء الله من صفاته، فما الضابط في اشتقاق أسماء الله من صفاته؟ العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، وهكذا. نعم. القدير يدل على القدرة، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. نعم. ثم يسأل فضيلة الشيخ، يقول: من صفات الله عز وجل النزول وليس من أسمائه النازل. إيه، نزول إلى سماء الدنيا كما صح في الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.